بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 43. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن، فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان. أعد من جديد. إذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة، فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرد هو إذا بقي بعد الفروض شيء من التركة أو من المسألة، يعني إذا بقي شيء وليس هناك عاصب، فإن الباقي يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما، لأن أهل الفروض أقارب للميت فهم أحق بماله، وإذا بقيت بقية بعد الفروض وليس لها مستحق من العصبة فإنها ترد عليهم على قدر فروضهم. فالرد إذن هو زيادة في السهام، هو زيادة في الأنصباء، نقص في السهام، عكس العول. العول هو زيادة في السهام، نقص في الأنصباء. مثلا لو توفي شخص عن بنت وبنت ابن، من المعلوم أن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، هذا بالفرض. فنجعل المسألة من ستة، مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، هذه أربعة، يبقى اثنان ليس لها مستحق، ليس لها مستحق مهما حسبه، فنردها على البنت وبنت الابن بقدر فروضهم. فنصيب البنت ثلاثة ونصيب بنت الابن واحد، اجمع ثلاثة وواحد تصير أربعة، تصير مسألتهم من أربعة فرضا وردا. البنت ثلاثة من أربعة فرضا وردا، يعني ثلاثة أرباع، ولبنت الابن واحد من أربعة فرضا وردا، يعني ربع. كان أصل لها السدس لكن بسبب الرد صار لها الربع، والبنت لها النصف، هذا في الأصل، لكن بسبب الرد صار لها ثلاثة أرباع، وضيف إليها ربع زيادة. والدليل على أن باقي التركة يرد على أهل الفروض إذا لم يكن له مستحق قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهؤلاء ذو أرحام فهم أولى بمال قريبهم من غيرهم. أما الزوجان فلا يرد عليهما، لأن الزوجين ليس بعضهما قريبا لبعض،
مجرد الزوجية ليست قرابة، وإنما يتوارثان بموجب عقد الزوجية فقط. قد يكون هذا من قبيلة وذاك من قبيلة أخرى، ليس بينهم قرابة، فهم يتوارثان بعقد الزوجية فقط لا بسبب القرابة، فلا يرد على الموجود منهما لأنه أجنبي من الآخر. هذا عدم سبب عدم الرد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، هذا محل إجماع بين أهل العلم، ما قال أحد أنه يرد على أحد الزوجين. وجد كلام للشيخ بن سعدي في تفسيره في أنه يرد على أحد الزوجين، واستدل بأثر ورد عن عثمان ذكره صاحب المغني، أن عثمان رد على الزوج، لكن هذا القول غير صحيح ولم يثبت عن عثمان رضي الله عنه. فإن ثبت أنه أعطى الزوج زيادة على فرضه فهذا من باب أن عثمان ولي أمر أعطاه من بيت المال، ولي الأمر له أن يعطي أحد رعيته من بيت المال. الحاصل أن الفتوى بأنه يرد على أحد الزوجين لم يقل بها أحد، فالفتوى هذه غير صحيحة، مخالفة للإجماع، وهي مجرد وجهة نظر قالها رحمه الله، مجرد وجهة نظر فقط، وهي غير صحيحة. نعم. فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله بالفرض والرد كأم وجد أو بنت وأخت. نعم. فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله بالفرض والرد. إذا كان المستحق للرد واحدا فقط أخذ المال كله بالفرض والرد، يصير مثل العاصب. مثلا لو هلك عن بنت ما لها غيرها أبدا، ما لها أحد غيرها، فإن المال لها فرضا وردا، هي لها النصف فرضا ولها الباقي ردا، فيكون المال لها إذا كان المردود عليه واحدا كالبنت أو بنت الإبن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخوة لأم أو الأخ لأم واحد، أصحاب الفروض يرد عليهم. وإن كان الموجود عددا من صنف واحد، إذا كان الموجود عددا من صنف واحد فالمال لهم على عدد رؤوسهم فرضا وردا. مثلا لو هلك عن 5 بنات فإنك تقول المسألة من 5، لكل واحدة واحد فرضا وردا. أو هلك عن 3 أخوات شقائق تقول المال من 3، مسألة من 3 على عدد رؤوسهن فرضا وردا، كأنهن عصبة لأنهم صنف واحد. وإن كان الموجود، هذه الحالة الثالثة، إن كان الموجود أصنافا فإنك تجعل لهم مسألة من عدد سهامهم مقتطعة من أصل 6. إذا كان الموجود من أهل الرد أصنافا فإنك تجعل لهم مسألة من عدد سهامهم مقتطعة من أصل 6. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة، بنت وبنت ابن وجدة، فالمسألة أصلها من 6، للبنت النصف 3، ولبنت الابن السدس 1، وللجدة السدس 1، يبقى 1 من 6 ليس له مستحق، ترد عليهم
ترد على أصحاب الفروض، تجمع سهامهم من أصل ستة، ثلاثة وواحد وواحد، المجموع خمسة، ترجع بالرد إلى خمسة، أصلها من ستة وترجع بالرد إلى خمسة، للبنت ثلاثة فرضا وردا، ولبنت الابن واحد فرضا وردا، وللجدة واحد فرضا وردا. في الأصل البنت لها ثلاثة من ستة، لكن صار لها الآن ثلاثة من خمسة، ثلاثة خمس أكثر. الجدة كان لها واحد من ستة، لكن الآن صار لها واحد من خمسة، صار لها الخمس أكثر من السدس. كذلك بنت الابن كان لها واحد من ستة، والآن صار لها واحد من خمسة فرضا وردا. هذا إذا هذه الأحوال الثلاث إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، فإن كان معهم أحد الزوجين فهذا يأتي بيانه إن شاء الله. نعم. وإن كانوا جماعة من جنس واحد كجدات وأخوات قسمته عليهم على عددهم كالبنين والإخوة وسائر العصبات. إذا كانوا صنفا واحدا تعتبرهم كالبنين يعني كالعصبة. نعم. وإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من ستة ثم جعلت سهامهم أصل مسألتهم. تأخذ سهامهم من أصل ستة، من أصل ستة، وتجعل عدد سهامهم هو أصل مسألتهم. نعم. مثاله بنت وأم، للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم فتصح من أربعة، وإن كانت أخت وجدة فكذلك. نعم. فإن انكسر على فريق من على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم، وتنحصر مسائل أهل الرد في أربعة أصول. الأول أصل اثنين كجدة وأخ من أم، للجدة السدس وللأخ السدس، أصلها من اثنين يقسم المال عليه عليهما. أصلها من ستة وترجع بالرد إلى اثنين، أصلها من ستة ترجع بالرد إلى اثنين. نعم. فيصير لكل واحد نصف المال فرضا وردا. الأصل كل واحد له السدس، الأم لها السدس، الجدة لها السدس، والأخ الأم له السدس، هذا هو الأصل، لكن رجعت بالرد إلى اثنين فصار للجدة واحد من اثنين وللأخ الأم واحد من اثنين، النصف يعني فرضا وردا. نعم. وإن كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن. لو كان هلك عن ثلاث جدات وأخ لأم، تقول أصل المسألة من ستة، ترجع بالرد إلى اثنين، للجدات واحد وهن ثلاث منكسر لا ينقسم، والأخ لأم له واحد، فتضرب رؤوس الجدات ثلاث في أصل المسألة اثنين، تطلع من ستة، الجدات من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة وين ثلاث كل واحدة واحد، والأخ لأم له من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة فرضا وردا. فأخذت الجدات ثلاثة من ستة صار لهم النصف فرضا وردا، الأخ لأم أخذ ثلاثة من ستة صار لها النصف فرضا وردا. نعم. السدس يشتركون في السدس، والسدس الآن تحول إلى نصف سبب الرد. نعم. وإن كان الجدات ثلاث فلهن سهم لا ينقسم عليهن، فضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان تصير ستة، للأخ من الأم النصف ثلاثة فلهن ثلاثة لكل واحدة سهم. الثاني أصل ثلاثة، مثاله أم وأخ من أم من ثلاثة، للأم سهمان وللأخ سهم. أم وأخ لأم، تقول أصل المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد وللأم الثلث اثنان لعدم وجود الجمع من الأخوة، فنجمع واحد واثنان تصير ثلاثة، أصلها من ستة وعادت بالرد إلى ثلاثة،
للأم اثنان فرضا وردا، وللأخ للأم واحد فرضا وردا. نعم، هذا أصل ثلاثة. نعم. ومثله أم وأخوات لأم، فإن كان إخوة أم وأخوات لأم، في هذه المسألة يكون للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللأخوات لأم الثلث، فتعود بالرد إلى ثلاثة، للأم واحد فرضا وردا، أخوات لأم لهن اثنان فرضا وردا. نعم. فإن كان الإخوة ثلاثا ضربت عددهم في أصل المسألة وهي ثلاثة تكون تسعة ومنها تصح. لو فرضنا أنها أم وثلاثة إخوة لأم، أصلها من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة، للأم واحد فرضا وردا، وللإخوة لأم اثنان فرضا وردا، فالإخوة لأم سهمهم اثنان وهم ثلاثة ما ينقسم، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة، للأم واحد في ثلاثة ثلاثة، والإخوة لأم لهم اثنان في ثلاثة ستة، وهم ثلاثة على اثنين. نعم. الثالث أصل أربعة، بنتان وأختان وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم. إيش؟ الثالث أصل أربعة. نعم. بنتان وأختان وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم، بنت وبنت ابن، فإن كان بلاغا. وأصل أربعة مثاله. بنتان وأختان وأختان. نعم. إيش عندك؟ بنتان وأختان وأخت. نعم، المثال مغلوط هذا. نعم. بنتان وأخت لأب. بنتان وأخت اللي هو يمثل لأصل أربعة، بنتان وأخت لأب، البنتين الثلثين الثلثان، ولأخت لأب الباء. الأخت لأب لها تعصيب، عاصبة عاصبة ما تصلح، هذه فيها تعصيب ما تصلح. شو يقول؟ الثالث أصل أربعة، بنتان وأختان أو أختان. ها؟ ما أختان؟ لا، أو بنتان أو أختان. إيه. وأخت لأبوين. إيه الآن أخت لأبوين. وأخت لأب أو لأم. المثال مغلوط، لا يزال مغلوط. إذا قلنا بنتان وأخت لأب صحيح، أو إذا قلنا أختان شقيقتان وأخت لأب يصير صحيح، أختان وشقيقتان وأخت لأب، تصير المسألة أصلها من ستة وترجع بالرد إلى أربعة، الأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأخت لأب السدس واحد، فترجع بالرد إلى أربعة، لأن عندنا أربعة وواحد تصير خمسة، هذه أصل خمسة ما تصل. المثال هذا مغلوط. نعم. ومثال أصل أربعة يقول الثالث أصل أربعة، أصل أربعة مثل ما قلت لكم، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، تكون المسألة أصلها من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد، فإذا جمعت ثلاثة وواحد صارت أربعة، فترجع بالرد إلى أربعة، ترجع بالرد إلى أربعة، أو تقول أخت شقيقة وأخت لأب كذلك مثلها بالضبط، أصلها من ستة وترجع بالرد إلى أربعة، ترجع بالرد إلى أربعة. نعم. فإن كان بنات الابن أربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن، اضربهن في أصل أو بنت وبنت ابن،
بنت وبنت ابن، هذه تصلح لأصل أربعة، البنت لها النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد، ترجع بالرد إلى أربعة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد، ترجع بالرد إلى أربعة. لو كانت بنات الابن أكثر من واحدة، بنت مثلا وثلاث بنات ابن، أصلها من ستة وترجع بالرد إلى أربعة، للبنت النصف ثلاثة ولبنات الابن السدس واحد وهن ثلاث منكسر، تضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر، للبنت ثلاثة في ثلاثة تسعة فرضا وردا، ولبنت الابن ولبنات الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، كل واحدة واحد فرضا وردا. نعم. فإن كان بنات الابن أربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن، اضربهن في أصل مسألتهن وهو أربعة تكون ستة عشر، ومنها تصح جدة وبنت. أصبر، أعد المثال اللي قلنا أنه مغلوط. الثالث أصل أربعة بنتان أو أختان، وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم، بنت وبنت ابن. بنت وبنت ابن صحيح، هذا مثال صحيح يصلح لأربعة. أختان وأخت لأب هذا يطلع من خمسة، لكن أخت شقيقة وأخت لأب نعم يطلع من أربعة، أخت شقيقة وأخت لأب يطلع من أربعة، من أربعة. كان ثلاثة الآن صحيح. كيف؟ يقول بنتان وأختان، والثاني أخت لأبوين وأخت لأب. أخت لأبوين وأخت لأب صحيح، يعني والثالثة بنت وبنت أب هذا صحيح، يعني يبقى بنتان أو أختان، بنتان وأختان ما يصح، بنتان وأختان ما يصح، لأن الأخوات مع البنات عصب ما يصح، فقوله بنتان وأختان هذا غلط، أما الباقي صحيح، بنت وبنت ابن هذا صحيح، أخت شقيقة وأخت لأب هذا صحيح. نعم، أعدها مرة ثانية. الثالث أصل أربعة بنتان وأختان، هذا ما هو صحيح هذا. نعم، أو أختان لا ما يصح. نعم، وأخت لأبوين وأخت لأب، أخت لأبوين وأخت لأب صحيح. نعم، بنت وبنت ابن هذا صحيح، يعني يصلح يا سلام. نعم، وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم هذا صحيح. نعم، بنت وبنت ابن هذا صحيح، بس بنتان وأختان هذا ما هو صحيح. نعم، فإن كان بنات الابن أربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن، اضربهن في أصل، إلا إن كان يقصد بنتان أو أختان، بنتان أو أختان، يعني بنتان مثال مستقل وأختان مثال مستقل يصلح، بنتان لهن الثلثان من ستة يطلع أربعة، ثلثان من ستة يطلع أربعة ولا لا؟ والأختان الشقيقتان أو أختان لأب أيضا أصل مسألتهم من ستة وتطلع من أربعة، فيكون هذا صحيح، فيكون تصحيح العبارة بنتان أو أختان أو إلى آخره. أعدها من جديد، مثاله الثالث أصل أربعة. نعم، بنتان أو أختان هذا صحيح. نعم، أو أخت لأبوين وأخت لأب استقامت العبارة، صار أن الخطأ في قول بنتان وأختان ساقط من الهمزة، يكون هكذا بنتان أو أختان مثالان مستقلان كل واحد الحالة. نعم، ولا بنتان وأختان ما يصلح أبدا، يعني يصير فيها تعصيب. نعم، أو بنت وبنت ابن صحيح. نعم، فإن كان بنات الابن أربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن، هذا يعني ما في شيء كبير، هو أصل أربعة لكن فيه انكسار فقط. نعم، فلهن سهم لا ينقسم عليهن، اضربهن في أصل مسألتهن وهو أربعة تكون ستة عشر، ومنها تصح جدة. لو هلك هالك عن بنت وأربع بنات ابن، بنت وأربع بنات ابن
أصل المسألة من ستة وترجع بالرد إلى أربعة، للبنت ثلاثة من أربعة فرضا وردا، وبنت ولبنات الابن واحد من أربعة فرضا وردا، واحد وهن أربعة منكسر، وتضرب رؤوسهن أربعة في أصل المسألة أربعة تطلع من ستة عشر. للبنت من أصلها ثلاثة في أربعة باثنى عشر، ولبنات الابن من أصلها واحد في أربعة أربعة لكل واحدة واحد، هذه ستة عشر. نعم. ومنها تصح جدة وبنت أو جدة وأخت. جدة وبنت تصلح هذه الأصل أربعة، للجدة السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة، ترجع بالرد إلى أربعة. نعم. أو جدة وأخت، أو جدة وأخت وشقيقة أو لأب، فتقول المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخت الشقيقة أو لأب النصف ثلاثة، ترجع بالرد إلى أربعة، ولا تصلح أن تكون أخت لأم، لأن لو كانت أخت لأم صارت من اثنين. نعم. الأصل الرابع أصل خمسة، أم وأخت لأبوين. أم وأخت لأبوين، المسألة أصلها من ستة وترجع بالرد إلى خمسة، للأم من أصلها الثلث اثنان من ستة، والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، فإذا جمعنا اثنان للأم وثلاثة للأخت الشقيقة صارت المسألة خمسة، فتكون المسألة من خمسة فرضا وردا، للأم اثنان فرضا وردا، والشقيقة ثلاثة فرضا وردا. نعم. أو أخت لأبوين وأخت لأم وجدة، كذلك أخت لأبوين شقيقة يعني، وأخت لأم وجدة، أصلها من ستة وترجع بالرد إلى خمسة، للجدة السدس واحد والأخت لأم السدس واحد وللشقيقة النصف ثلاثة، هذه ثلاثة وواحد وواحد خمسة، عادت بالرد إلى خمسة. نعم. أخت لأب وجدة، أخت لأم، أخت لأب وجدة وأخت لأم كذلك نفس الشيء، الأخت لأب لها ثلاثة والجدة لها واحد والأخت لأم لها واحد، عادت بالرد إلى خمسة. نعم. أو بنت وبنت ابن وأم أو جدة، بنت وبنت ابن وأم أو جدة، يعني ذات سدس، المقصود ذات سدس. فعندنا الآن بنت لها النصف ثلاثة، والبنت الابن لها السدس واحد، والجدة أو الأم لها السدس واحد، فإذا جمعنا ثلاثة وواحد وواحد صارت خمسة، فترجع بالرد إلى خمسة. نعم. أو ثلاث أخوات مفترقات، ثلاث أخوات مفترقات، واحدة شقيقة، واحدة لأب واحدة لأم، أصلها من ستة، للشقيقة ثلاثة وللذات الأم واحد ولذات الأب واحد، عادت إلى خمسة، هذا أصل خمسة. نعم. مسألة، وإن كان معهم أحد الزوجين، انتهى من الحالة الأولى إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، الحالة الثانية إذا كان معهم أحد الزوجين، ونحن عرفنا أن الموجود من الزوجين لا يرد عليه، وإنما يأخذ فرضه فقط، إنما يأخذ فرضه فقط، وهو إما نصف إن كان زوجا، وإما ربع إن كان زوجة، وإما ثمن إن كان زوجة وفرعا وارثا، هذا فرض الموجود من الزوجين، لا يخرج عن أحد ثلاث حالات، إما النصف وإما الربع وإما الثمن، فتعطيه فرضه من مخرجه، تعطي الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة يكون لأهل الرد، فإن كان شخصا واحدا أخذ الباقي كله بعد الزوج أو الزوجة، وإن كان صنفا واحدا من جنس فهو لهم على عدد رؤوسهم منقسما أو منكسرا، وإن كانوا أصنافا
فإنك تجعل لهم مسألة مستقلة تسمى مسألة أهل الرد. أولاً تجعل مسألة للزوجية وتعطي الموجود من الزوجين فرضه منه، هذه تسمى مسألة الزوجية، ثم تعمل مسألة ثانية لأهل الرد، ثم تنظر بينها وبين الباقي بعد الزوجية، فإما أن ينقسم وإما أن يوافق أو يباين، وهذا له عملية حساب ستأتي إن شاء الله. نعم. مسألة: وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهماً من أصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح على ما يأتي. مثاله: زوجة وأم وأخت لأم. زوجة وأم وأخت لأم، مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة، ومسألة أهل الرد عندنا أم وأخت لأم، عندنا أم وأخت لأم، الأم لها الثلث اثنان، والبنت والأخت لأم لها السدس، فتكون مسألة الرد من ثلاثة، مسألة الرد من ثلاثة، والباقي بعد من مسألة الزوجية ثلاثة، أليس كذلك؟ فمسألة أهل الرد من ثلاثة والباقي بعد الزوجية من ثلاثة، ينقسم تكون لأهل الرد، للأم منها اثنان وللأخت لأم واحد. نعم، هنا ينقسم لا يحتاج إلى عملية حساب. نعم. تقول مثلا عندنا أم، عندنا زوجة وأم وأخت لأم، مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة، احتفظ بها، اعمل مسألة للرد، مسألة أهل الرد من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة، وهم أم وأخت لأم، الأم لها الثلث من ستة اثنان، أليس كذلك؟ الأخت لأم لها السدس من ستة واحد، اجمع اثنان واحد تصير ثلاثة، هذه مسألة أهل الرد. فمسألة أهل الرد صارت من ثلاثة والباقي بعد الزوجية ثلاثة، منقسمة منقسمة عليهم. لا، منقسمة تباين، ثلاثة وثلاثة تساوي، ما هي ثلاثة ومسألة أهل الرد من ثلاثة، منقسمة للأم اثنان وللأخت لأم واحد. نعم. نعم. الأم لها الثلث والأخت لأم لها السدس، الأم لها الثلث لأن لم يوجد لا فرع وارث ولا جمع من الأخوة، تأخذ الثلث. نعم. للزوجة الربع سهم ويبقى ثلاثة على قريبة أهل الرب وهي ثلاثة، يصح جميع من أربعة. نعم. زوجة وهم فتصح، هذه يسمونها تصح مسألة أهل الرد مما صحت منه مسألة الزوجية، تصح مسألة أهل الرد من مسألة أهل الزوجية، فلا تحتاج إلى عملية حساب. نعم. زوجة وأخوان لأم كذلك. إيه نعم، المهم إن فيها سدس وفيها ثلث، صارت الأم أم وأخوان لأم، لما وجد جمع من الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس وأخذ الإخوة لأم الثلث، إذن عندنا سدس وثلث من ثلاثة والباقي بعد الزوجية ثلاثة منقسم، فتصح مسألة أهل الرد مما صحت منه مسألة الزوجية. نعم. زوجة وأم وثلاث إخوة لأم لا تصح. هنا يحصل تحتاج إلى عملية حساب، زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم، تقول مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة، احتفظ بها، ثم اعمل مسألة للرد، عندك أم وثلاثة إخوة لأم، الأم لها السدس واحد من ستة والإخوة لأم لهم الثلث اثنان من ستة، المجموع ثلاثة، فمسألة أهل الرد من ثلاثة،
ولكن إذا نظرنا نصيب الإخوة لأم وهو اثنان وهم ثلاثة وجدناه منكسر ومباين، فنضرب رؤوسهم ثلاثة في أصل مسألتهم، ثلاثة تطلع من كم؟ من تسعة. للأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، ولهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، فمسألتهم صحت من تسعة، مسألة أهل الرد صحت من تسعة، والباقي بعد الزوجية ثلاثة ما ينقسم، ثلاثة ما تنقسم على تسعة، الأصغر لا ينقسم على الأكبر، لكن بينهما مباينة بالثلث، الموافقة بالثلث، لأن ثلاثة وتسعة تتفقان بالثلث، أليس كذلك؟ خذ وفق مسألة الزوجية، كم ثلث التسعة؟ ثلاثة، اضربها في مسألة الزوجية في أربعة تصير 12، وهي الجامعة، وهي الجامعة للمسألتين، يكون للزوجة من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، لها من مسألة الزوجية واحد في وفق مسألة الرد، واحد من مسألة الزوجية في وفق مسألة الرد ثلاثة ثلاثة، وللأم من مسألة الرد واحد في وفق السهام، وفق السهام كم هو؟ واحد، لها واحد، ولهم الإخوة لأم لهم اثنان في وهم لهم ثلاثة وهم ثلاثة منقسم عليهم. نعم نعم. زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم. زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم. نعم. لا تصح سهام الإخوة عليهم فيضرب عددهم في أربعة تكن 12. هذه الجامعة. نعم. ومنها تصح وإن لم تنقسم. فأصل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد، فاضرب فريضة أهل الرد في فريضة أحد الزوجين، فما بلغ إليه تنتقل المسألة. نعم. فإن أردت القسمة لأحد الزوجين فريضة أهل الرد، ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروبة في فاضل فريضة الزوج، فما بلغ فهو له إن كان واحدا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم، فإن لم ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة، وتصح على ما يأتي. وحصل ذلك في خمسة أصول. نعم. أحدها زوج وجدة وأخ لأم. زوج وجدة وأخ لأم، انتبهوا، الزوج لا له النصف هنا لعدم وجود الفرع الوارد، فتكون مسألة الزوجية من اثنين، للزوج واحد يبقى واحد، عندك أم وأخ لأم، أليس كذلك؟ جدة وأخ لأم، جدة وأخ لأم، لكل واحد السدس، الأم لها، الجدة لها السدس وهو من ستة واحد، والأخ لأم له السدس وهو من ستة واحد، المجموع كم؟ اثنين، المجموع اثنين، فمسألتهم من اثنين، صارت من اثنين، والباقي بعد الزوج واحد ما ينقسم، أليس كذلك؟ فتضرب مسألة الزوجية اثنين في مسألة الرد اثنين، تصير من أربعة، للزوج من مسألة الزوجية واحد في مسألة الرد اثنين باثنين، وللأم من مسألة الرد للجدة من مسألة الرد واحد في الباقي واحد واحد، وكذلك الأخ لأم له واحد في الباقي واحد واحد، تطلع من أربعة، الجامعة لها أربعة. نعم. وإن حصل ذلك في خمسة أصول، أحدها زوج، حلوها حلوها، يصلح أحدها، يصلح خمسة أصول أحدها من باب البدلية يصلح، ويصلح بالرفع أحدها من باب الابتداء. نعم نعم. أحدها زوج وجدة وأخ لأم، للزوج النصف أصلها من اثنين
هذه أصلها يعني مسألة الزوجية. نعم. للزوج النصف أصلها من اثنين، للزوج سهم يبقى سهم على مسألة أهل الرد وهي إبلام. مسألة أهل الرد من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة، واحد وواحد اثنين. نعم. وهي اثنان تضربها في اثنين تكون أربعة، هذه الجامعة. نعم. الأصل الثاني زوجة وجدة وأخ لأم. زوجة وجدة وأخ لأم، للزوجة الربع، مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع يبقى ثلاثة تحتفظ بها، عندك أم وأخ لأم هذول أهل الرد، فمسألتهم من اثنين، مسألتهم من اثنين، والباقي بعد الزوجية كم؟ ثلاثة، ما ينقسم ويباين، فتضرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية أربعة تطلع من ثمانية ومنها تصح. فللزوجة من الزوجية واحد في مسألة الرد اثنين اثنين، وللأم واحد من مسألة الرد في الباقي ثلاثة ثلاثة، الباقي ثلاثة بثلاثة، والأخ اليوم كذلك له واحد في ثلاثة بثلاثة، المجموع ستة، ستة واثنان هذه ثمانية. نعم. الأصل الثاني زوجة وجدة وأخ لأم أصلها من أربعة، للزوجة الربع يبقى ثلاثة، هذه مسألة الزوجية. نعم. على اثنين لا تصح، على اثنين مسألة أهل الرد لا تصح، ثلاثة على اثنين لا تصح. نعم. تضربها في أربعة فتصير ثمانية، تضرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية أربعة تصير ثمانية، عند التوزيع من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة أهل الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي بعد الزوجية. نعم. الأصل الثالث زوج وبنت ابن وأم أو جدة. نعم، زوج وبنت ابن وجدة، المسألة من أربعة، مسألة الزوجية من أربعة لوجود الفرع الوارث فيأخذ الربع، واحد يبقى ثلاثة تحتفظ بها. مسألة أهل الرد من فيها؟ بنت وبنت ابن وجد ها؟ وأم أو جدة، بنت وبنت ابن وأم أو جدة، تطلع من خمسة، للبنت ثلاثة فرضا وردة، ولبنت وللجدة واحد فرضا وردة، ولبنت الابن واحد فرضا وردة، من خمسة، والباقي بعد الزوجية كم؟ ثلاثة، مسألة أهل الرد من خمسة ما ينقسم. نعم. فتضرب خمسة مسألة الرد في أربعة مسألة الزوجية تطلع من عشرين، ومنها تصح. من له شيء من الزوجية وهو الزوجة، وهو الزوج ليس المعجود معنى زوجة، أخذه مضروبا في مسألة الرد خمسة، له واحد من الزوجية في مسألة الرد خمسة خمسة، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة في الباقي كم؟ ثلاثة، يطلع لها تسعة، وللأم واحد أو الجدة في ثلاثة بثلاثة، وكذلك بنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، هذه ستة وتسعة كم صارت؟ 15. نعم. الأصل الثاني ومعنى خمسة للزوج صارت 20. نعم.